السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو سوف أبدأ بحلقات عن الهامستر السوري. قد بحثت عنه وسوف أخبركم. الحلقة هذا هي الحلقة الأولى. ولا تنسوا لايك والإعجاب واشتراك. الهامستر هو أحد أظرف الحيوانات التي اقتنتها عائلتي وأكثرها غضبا أيضا. أعتبره شخصيا أفضل حيوان لكل من الأطفال والكبار على حد سواء. في هذا الموضوع سأتحدث تحديدا عن الهامستر السوري، وهو نوع من الهامستر تم أخذه بواسطة حالة أمريكيين من الصحراء السورية، ومن ثم تكاثر في أمريكا وانتشر في العالم مجددا إطلاقا من هناك. موطنه الأصلي هو الصحراء السورية، وقد تكيف للعيش في تلك البيئة بالكامل. سأتحدث عن ذلك لاحقا. هناك أنواع أخرى من الهامستر تربيتها تشبه إلى حد كبير تربية الهامستر السورية.